بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الشابتر الخامس والسادس، الجزء الأول منهم. حنتكلم اليوم في المحاضرة هذه عن التاريخ تبع المايكرو كنترول إجمالا، ونقارنه بالمايكرو بروسيسور، ونعمل إجمال سريع للموضوع هذا الهيستوري تبعهم. بعدين نكمل الأسبوع الجاي في الفيتشرز الأساسية أو كامل مواصفات أو مكونات البيك كنترولر نفسه اللي حنكون هو العلاقة في الجزء العملي تبعنا بشكل أساسي. بس عشان نخش على الموضوع هذا بالأول هنعمل مقارنة بسيطة وجمالا نجمل موضوع المايكرو كنترولر الشغله ونقارنه في المايكرو بروسيسور، ونتكلم عن الموضوع هذا من حيث المكونات وش أهميته وش شغله بالضبط، عشان نكمل بعدين في ايش في البيك نفسه اللي كنوع من انواع المايكرو كنترولرز. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم مع الجزء الاول من الشابتر الخامس والسادس، حكون بعنوان مدخل الى البيك مايكرو كنترولر. بس قبل ما نخش على موضوع البيك مايكرو كنترولر نفسه كنوع من انواع المايكرو كنترولرز او المعالج الدقيق، راح نتطرق قبل هيك الى موضوع مدخل الى المايكرو كنترولرز بشكل عام، وحنتكلم عن مقارنه عن بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور، وحنعمل كمان مدخل الى تاريخ نشاه المايكرو كنترولرز وانواعها وما الى ذلك قبل ما نخش على الفيتشرز تبعتها والمكونات وايش وظائفها ان شاء الله رب العالمين. أنا حسب الأوتلاين زي ما أنتم شايفين للشابترين نحطهم مدمجتهم في شابتر واحد خمسة وستة. طبعا عندنا مايكرو بروسيسور فيرسز مايكرو كنترولر، يعني المقارنة بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر، وعندنا حنخش بناء على البيك مايكرو كنترولر هيستوري اند فيتشرز، التاريخ والمكونات والوظائف والإمكانيات. عندنا بعدين حنخش في البيك 16F84 كنوع من أنواع البيك كنترولرز أو المايكرو كنترولرز، وحنشوف الفيتشرز تبعتها مكونات زي ايش البيك لوك جنريتر والريست والبورت سنتر بروسيسنج يونت للسي بي او والميموري اورجانيزيشن والتايمر اند بريسكيل والفلاش ميموري وانواع الذاكره والرام والروم والايبروم الداخله في مكونات ايش البيك 16F84 كنوع من انواع المايكرو كنترولرز. هذا مهم جدا نفهمه عشان لما نخش على البرمجه ونعمل البرامج او الجانب العملي بيكون هذا مفهوم بالنسبه لنا مقدمه كمان كباك جراوند نظري عشان نقدر نتعامل مع المعالجات هذه لما نبرمجها ونشبكها على ايش على قطع اخرى زي الدات او مثلا مقاومات او مدخل كهرباء حيكون وين وكيف نبرمجها او ما الى ذلك. عندنا هنا الديفينيشن للمايكرو كنترولرز، التعريف تبعها هو ايش؟ A self-contained system in which a processor support memory and input output all ايش كلهم مالو are contained in ايش a single package، يعني عباره عن باكج واحد بيشمل كل هاي الاجزاء مع بعض، السي بي او مع الميموري مع الاي او الانبوت اوتبوت يونتس وكل هذه في داخل قطعه واحده، على خلاف يعني عباره عن حاسوب كبير اللهم دمجناه كله في شيب مايكرو تشيب واحد في داخل باكج واحد فكله عباره عن حاسوب صغير. طب ليش عملوا هذا؟ طبعا حنفهم كمان شوي. يا بس ليش عملوه؟ حنشوف نعمل اوفر فيو نظره عامه للمعالج الدقيق او المايكرو كنترولر. عندنا هان المايكرو كنترولر هو ايش؟ المكونات الاساسيه عند الباس سيستم، طبعا الباس سيستم بيكون بيربط بين ثلاث اجزاء رئيسيه اللي هي الذاكره بشكل اساسي لانه ما فيش معالج بدون ذاكره. طبعا له سنتر بروسيسنج يونت سنتر بروسيسنج يونت سي بي او، وعندنا ايش الاي او اللي هي وحدات الادخال والاخراج. كل هذا عباره عن ايش داعي على مايكرو تشيب واحد. المكونات اكثر تفصيلا بنلاقيها هنا موجوده. عندنا مثلا سي بي او موجود في النص هنا هو البرين هو العقل المدبر لكل المساله هذه. طبعا حيكون متصل السي بي او بالرام اريا اللي هو راندوم اكسس ميموري الذاكره، وطبعا متصل ايضا بايش بالروم اريا. الروم كنوع من نوع الذاكره الثانيه. طبعا وفي عنده التايمر جزء اساسي التايمر تبع المعالج،
وعندنا الاي دي سي هذا اسمه انالوج ديجيتال كونفرتر، يعني هو بحول الاشاره من رقم من تناظريه الى رقميه. اضافه الى موضوع البورت، عندنا البورت السيريال بورت والبورت اي، وعندنا البورت سي والبورت بي. هذه عباره عن ايش؟ البورتات بتواصل معها المعالج مع العالم الخارجي في خارج ايش هذا الباكج اللي هو بسموه على بعضه كله مايكرو كنترولر. طبعا حيتواصل هو مع اجزاء اخرى عشان يتحكم فيها او يعطيها اشارات او ياخذ منها اشارات حسب، عشان يقوم بتنفيذ مهام معينه منوطه به كمعالج دقيق. فاساسا يعني هو مايكرو كنترولر هو ايش؟ A device which integrates a number of the components of micro processor system into a single microchip. يعني هو بيدمج زي ما حكينا الاجزاء الكومبوننتس كلها تبعت المايكرو بروسيسور سيستم مع بعض، اللي هي بتكون متصله في المايكرو بروسيسور سيستم زي الميموري والاي او والتايمر وكل شيء خارج خارج بتكون في خارج المايكرو بروسيسور، بتكون بدمجها كلها ايش؟ دمج، بحطها في سنجل تشيب. فبدمج هو عمليا انتجريت، يعني بكام بدمج كل ايش المكونات مع المايكرو بروسيسور في ايش سيستم في داخل ايش سنجل مايكرو تشيب. فقال لك انا كومبوننت او مايكرو بروسيسور سيستم، يعني ايش؟ انا كل مكونات المعالج للمايكرو بروسيسور مع مكوناته كنظام، نظام المعالج كله. فالنظام بيشمل طبعا زي ما احنا عارفين السي بي او نفسه زائد ايش الذاكره والاي او وما الى ذلك والباس سيستم وما الى ذلك، كل هذا مندمج عندنا في داخل ايش تشيب واحد وسموه مايكرو كنترولر. تمام، نعمل هنا مقارنه في تيبل بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور. عندنا مثلا الديفايس، عندنا المايكرو كنترولر وعندنا المايكرو بروسيسور. ايش المايكرو كنترولر كديفايسز يعني كاجهزه؟ مثلا منه مايكرو تشيبس بيكس، يعني مايكرو تشيب كشركه انتجت البيكس كله، البيك كنترولرز كلها، كل انواع حنفصل فيها بعد شويه لانه في اكثر من سيري منها. فالبيك سيريز كلها من المايكرو تشيب. وعندنا شركه اتملز عملت اي في ار، وبرضه اي في ار برضه سيري مش واحد لحاله، يعني مجموعه يعني عملت واحد وطورت عليه اجزاء اخرى من اي في ار. في حين المايكرو بروسيسور مثلا من انواعه الانتل، انتل بنتيوم مثلا او انتل، بدا ب 86 و86 بعدين 103 86 بعدين 104 86، كل هذا كان في التسعينات لحد ما ظهر البنتيوم. بعدين وبعدين بعدين بعد البنتيوم ظهر الهاجت العائلة اللي هي الاي 5 والاول اي كور كلها وما الى ذلك. وعندنا بعدين الاجانب عملت المترولا الباور بي سي فاميلي، برضه بتكون نوع من انواع البروسيسورز كمعالجات. الكومبوننتس هو ايش؟ انترنال سي بي يو، معالج معالجه مركزيه داخليه مع الرام والروم والاي او بورتس والتايمر. كمان التايمر مهم جدا، حنطرق في المحاضره هذه او المحاضره الجايه حسب توزيع السبجكتس او المواضيع في المحاضرات. عندنا الانترنال الاكسترنال قصدي، في عندنا بخارجي هام برتبط مع المعالج المايكرو بروسيسور قصدي، في عنده اكسترنال بنضبط عليه الرام. زي ما احنا عارفين الرامات في الكمبيوتر تبعنا الديسكتوب او اللابتوب، الرامات بتكون خارج ايش السي بي او، خارج السنتر بروسيسنج يونت. وفي روم اللي هو بيكون في المذر بورد عباره عن بايوز مثلا ذاكره البايو او غيره. وعندنا كمان الاي او بورد. الابلكيشنز والتطبيقات اللي بنستخدمها على المايكرو كنترول ايش؟ بيرفورم سبيسيفيك، وهي الفرق الاساسي بيرفورم ايش؟ سبيسيفيك فانكشن، يعني المايكرو كنترول بيكون برمج انه يعمل بس مهمه محدده له. تمام، مثلا سمول سيت اوف سيجنال بروسيسنج، بيعمل يعني مجموعه صغيره من معالجه الاشارات، يعني بيستقبل نوع معين من الاشارات، مثلا زي انه بيستقبل مثلا من سنسور اشاره انه في حراره ارتفعت او حراره انخفضت، فبالتالي بشغل كونديشن او بطل كونديشن تحكم اوتوماتيك، او بعمل انذار حريق اذا كان في حراره مرتفعه جدا مع ظهور ايش سموك اللي هو في دخان، فبيعرف انه في نار فيعطي اشاره انه في حريق وانذار مبكر. فبيعمل بس بيعمل معالجه لنوع معين من السيجنالز الاشارات، وبحللها من ديجيتال من انالوج لديجيتال، وبقوم بعمليه اعطاء ايش بناء على ذلك اشاره معينه، او بيعمل انذار معين او حركه معينه. فبالتالي هو بيعمل ايش سبيسيفيك فانكشنز، يعني
فور ديجيتال سيجنال بروسيسور، يعني مثلا هو الاشاره طبعا تكون انالوج بحولها ديجيتال، ثم يتحكم بعدين عن طريق ايش، عن طريق الديجيتال سيجنالز هذه بالايش بال 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 بعالج الاشاره هذه اللي داخله له. تمام. اما المايكرو بروسيسور عاد بكون راكب مثلا على جهاز ديسكتوب كبير او جهاز كبير، فبيعمل جنرال تاسكس، يعني بيعمل اشياء عامه زي مثلا كالكوليشنز، سوفت وير راننج بشغل مايكروسوفت اوفيس ومايكروسوفت وورد، بس كان لو ركب مع جهاز كبير كان، وبيعمل بيكون ركب مع بيرسونال كمبيوتر كبير وبركب عليه مجموعه من يعني بي سي باللابتوب، بيكون ركب عليه مجموعه من البرامج، فبكون استخدامه عام جنرال ايش جنرال ريكويرمنتس، وبكون مش محدد بس فقط لمهمه واحده، زي ما بكون مركب انا مثل معالج في السياره يتحكم في نظام البريكات، او مركبه في البيت يعمل انذار سيفت، يعني انذار دخول غير مشروع البيت، زي يعني انذار سرقه او في حرامي او انذار حريق، او يعمل لي تحكم الي في درجه الحراره في البيت يعني مثلا، او ما الى ذلك. هذا بالنسبه للمايكرو كنترول. على عكسه اللي هو مايكرو بروسيسور، هو بيكون شغله جنرال، يعني بيكون راكب على الديسكتوب مثلا وبتحكم في مجموعه من الاشياء او مجموعه من البرامج اللي بتكون استخداماتها عامه. تمام. هذا البلوك دياجرام بوضح لنا كمان بشكل عام تركيبة المايكرو كنترولر بالنسبة للسي بي يو. السي بي هو أو مايكرو بروسيسور أو المايكرو بروسيسور بيكون فيه داخله بس ريجستر، داخله ريجستر داخلي، وفي عندنا الـ HALU بس وحدة الحساب والمنطق يعني، ومعاه الكنترول يونت داخل ايش داخل الشيب الواحد، لكن هذا كله مشمول ولو كان بشكل مصغر وبامكانيات اقل في داخل ايش المايكرو كنترولر. بكون معاه كمان في متصل فيه مباشره عن طريق الداتا باس سيستم والادرس باس سيستم، متصل مباشره بالرام والروم والاي او والتايمر والسيريال كوميونيكيشن مع الجهاز الخارجي. وهان في طبعا في النص في عنده كنترول باس، اذا كان بزنس كمان كنترول باس اضافي غير الداتا والادرس باس سيستم. تمام. فهان صوره توضح كمان بشكل فيجوال يعني ايش الفرق بين المايكرو بروسيسور او الجنرال بيرباس مايكرو بروسيسور والمايكرو ايش كنترولر. هذا الجنرال بيرباس مايكرو بروسيسور وهذا ايش المايكرو كنترولر. هنا حنلاقي المايكرو بروسيسور بيس سيستم ايش في هاي المايكرو بروسيسور عندنا، هذا متصل معاه دائما ايش انبوت اند اوتبوت بورتس، وعن طريقه بتصل في السيريال بار والبارلل بورتس، وبتصل بالتايمر وبالايش والبولس وايد موديليشن للتحويل للبالسز، يعني استقبال الاشارات واعطاء الاشارات، وعندها في الاي بروم، الاي بروم بتصل فيها والرام والروم والاي دي والدي ال هو انالوج ديجيتال كونفرتر والديجيتال انالوج كونفرتر عشان يتواصل مع العالم الخارجي اللي هو كله يشطب فيها انالوج، بيستقبل منها ايش؟ بيستقبل اشاره وبحولها ايش؟ لانالوج ديجيتال او ديجيتال انالوج حسب هم الاشاره من وين وموديها لوين. وعندنا الـ Input and Output Ports. تمام. هذا بالنسبة للمايكرو بروسيسور اللي هو CPU Based System. عندنا كيف المايكرو كنترولر بالـ System، بنلاحظ أنه كل هاي الأجزاء اختفت، كلها دخلت داخل CPU جوا، وصار عندنا في داخل الشيب الكبير اللي هو سمناه على بعضه كله مايكرو كنترولر، مايكرو إيش كنترولر، صار كله على بعضه كله مع بعض زي ما حاضرين، كله صار اسمه إيش مايكرو كنترولر، هو دخل في تشيب واحد، وعندنا انالوج ديجيتال كونفرتر هاي هون واضح، وعندنا كل هذه الذاكره متصله مباشره في السي بي او كور كلها مع الذاكره هذه، ودخل كلها على التشيب الواحد زي ما حكينا قبل شوي زي التشيب، شايفين كيف هاي التشيب تبعه، فكان صار كله قطعه واحده تنفذ مهمه واحده. تمام. هذا كبرضه توضيح اكثر عن طريق البلوك دياجرام والمكونات الداخليه للبلوك دياجرام لايش للمايكرو كنترولر مقارنه بالمايكرو بروسيسور سيستمز، طبعا انظمه المايكرو بروسيسور وانظمه المايكرو كنترولر. تمام. حقيت ايش الفيتشرز تبعت ايش المايكرو كنترولر، الفيتشرز هاي الفيتشرز، اول حاجه البروسيسور هو عبارة عن General Purpose But Can Be Application Specific، يعني ممكن يكون المعالج هو ممكن نستخدمه لأكثر من شغلة، يعني أحيانا الشركة بتصنع CPU صغير يقوم بمهمة واحدة معينة مبرمج لها أو مش مبرمج لها مهيئ أنه يعملها أو بشكل محدد، أنه يتحكم مثلا في نظام الإضاءة بالسيارة أو يتحكم في الانجكشن تبع ضخ البنزين في السيارة في المطور زي كل حسب الحديثة حاليا. تمام. لكن احيانا بيكون الموضوع ممكن نعمل احنا معالج صغير وسي بي يو يركب في نحطه في المعالجات
وممكن احنا نبرمجه بعدين يكون بالمهمه هذه او تلك. يعني لما ننزل البرنامج على المعالج نبرمجه فيه يتحكم بالاضاءه، يتحكم بدرجه الحراره، يتحكم بانذار حريق، يتحكم في الاسانسير، يتحكم في انجكشن تبع مضخ البنزين في السياره او ما الى ذلك. ممكن يكون سبيسيفيك محدد بالضبط، ممكن يكون جنرال بيربس نستخدم فيه، يكون نستخدمه لاكثر من شغله طبعا حسب قدراته طبعا. تمام. طبعا هو لو العائد كبير زي عند السيارات يفضل يكون سبيسيفيك، خاصه احيانا بيكون المعالجات المهمه بسيطه جدا، يتحكم بالاضاءه او ما الى ذلك. تمام. بدوش يكون معالج باور عالي، فممكن نقلل في تكلفة الإنتاج ونخليه بس على قد المهمة هذه، لأنه دائما الجنرال بيربس بيكون إمكانياته أكبر عشان إيش ما نبرمجه يشتغل حسب المطلوب منه. تمام. بيكون قد يكون تكلفته أعلى. فالأصل إنه لو كان في إنتاج كبير زي سنة السيارات تطلب كنترولرز على قد الشغلة تبعتها بالضبط عشان توفر في التكلفة الإجمالية للسيارة في النهاية. تمام. أوكي. بس أهم شيء إنه يكون إيش القطع الانتاج كبيره، يعني بده ينتج مليون سياره، 2 مليون سياره، مش بده يعمل لها 10 سيارات، 10 ثلاجات ولا 10 اجهزه فقط من نوع معين. هان بصير انه نعمل خط انتاج كامل عشان سبيسيفيك ابلكيشن، ما اظن بيكون مش مجدي اقتصاديا. المهم بعد بروسيسور في عندنا الاون تشيب ميموري اللي هو ايش؟ بيكون الرام للداتا والايبروم للفلاش فور كود. ايش يعني؟ الرام بيكون عشان الداتا تكون مخزنه فيها، الرام هذه اللي هي البيانات المدخلة ونتم فيها المعالجة البيانات. عندنا الاي بروم والفلاش فور كود. هذه الكود البرمجي لما نبرمج برنامج معين ينفذه المعالج بده يكون مخزن على نوعين من الذاكرة، يا اما الاي بروم او الفلاش ميموري. فلاش ميموري. تمام. فهذا بنزعه البرنامج، نعمل فلاشنج للبرنامج على المعالج عشان يكون المعالج بعدين بتنفيذ هذا البرنامج تحديدا. لما نخش عليه بيانات من برا عن طريق السنسورز او ما الى ذلك بتكون بتم معالجتها في ايش؟ في الذاكره كداتا في الرام. تمام. عندنا انتجريتد هاند بريفيرالز اللي هي الاشياء الاطراف الاجهزه الطرفيه المتصله او الموصوله معها. عندنا بريفيرالز موصوله زيها او اطراف ملحقه زي، طبعا في عندنا كومون بريفيرالز يعني شيء مشترك بين كل المعالجات، لازم يكون كل المعالجات عندها ايش؟ برا الاي او بورتس، يعني عندها ايش؟ input output ports دائما، ودائما كل معالج عنده ايش؟ كلوك جنريتر للساعه، جنريتر للساعه يعمل جنريتر عشان يعمل كلوك للتايم ويحسب لنا، يعمل كلوك لدوره العمليات ويحسب لنا كم عمليه بتصير في المعالج. وعندنا التايمرز والايفنت كاونتر، وهذا التايمرز هذه واللي بيعدوا الايفنتس اللي بتصير في العمليات، هذه برضه مكونات اساسيه كمان من ضمن الاشياء الاساسيه في داخل ايش؟ المعالج. وفي عندنا السبيشال بيربس ديفايسز، يعني في اشياء بتكون خاصه متعلقه في نوع من انواع الاجهزه، او في اشياء بلزمهم مش حسب ايش السيجنالز اللي داخله. فمثلا قالوا ديجيتال كونفرتر سنسور انبوتس، هذه بتكون اذا كان في عندنا اشاره تناظريه داخله على المعالج لازم نحولها لديجيتال رقميه، وبالتالي بدنا كونفرتر. وبدنا في عندنا الميكس سيجنال كومبوننت، هذه برضه من بكون عندنا انواع مختلفه من السيجنالز بدنا ندخلها، بكون احيانا حسب الاستخدام للمعالج بكون قد تكون ملحقه في الموضوع. والسيريال بورت والاذر سيريال انترفيس زي اس بي اي واليو اس بي قد تكون ملحقه برضه في المعالج او المايكرو كنترولر، قد تكون لازمه يعني. طبعا والايثرنت كايثرنت انت عشان لو مطلوب المعالج تبعنا او المايكرو كنترولر تبعنا يكون موصول في الانترنت او الشبكه المحليه، فبكون برضه انترفيس عشان يتواصل عن طريق الانترنت مع مين؟ مع العالم الخارجي. عندها نكمل في الفيتشرز بتاعت المايكرو كنترولر او فوائده او مكوناته كمان. فعن البنفيتس يعني فوائده ايش يعني؟ تيبيكلي اساسا يكون لو باور ولو كوست، يعني اهم شيء انه يكون المعالج دقيق او المايكرو كنترولر لا يستهلك طاقة كثير، خاصة انه بكون احيانا كثيرة مشبوك في جهاز على بطارية مش على جهاز مشبوك على الكهرباء عدل. تمام. زي في السيارة او في مكان بعيد او في جهاز متحرك او ما الى ذلك، فبده يكون لازم عنده low power consumption، وكون كمان انه عندنا يكون موضوع تكلفته منخفضة لانه بنزم انه عدد كبير من القطع وتركب في كثير من المناطق ما يجب التحكم فيها، لانه اذا كان سعره غالي قد يكون استخدامه صعب،
ويؤدي بالنهايه كمان اذا كان سعره غالي الى ايش؟ في الاجمال غلاء المنتج اللي هو راكب عليه، بصير الثلاجه غاليه بزياده او التلفزيون غالي بزياده او جهاز الانذار غالي بزياده، فبالتالي كلها تكون لو كوست. هو ايش؟ لانه تارجت فور امبيدد ابلكيشنز. ايش يعني امبيدد ابلكيشن؟ هي التطبيقات المدمجه في داخل الاجهزه الكهربائيه مثلا او الاجهزه في البيت كلها نعرفها، او السيارات اوتوموتيف اندستري السيارات او ما الى ذلك. فبالتالي ما انه الهدف هو بالاساس هذا، لازم يكون عندنا ايش؟ يكون عشان نندمج بسهوله ونشغله في الامبيدد سيستمز هذه تبعت او الابلكيشنز هذه اللي راكب في الاجهزه كلها، يكون عنده لو باور ولو كوست. easily programmable، يعني لازم يكون برمجه بشكل بسيط، كنت سهل البرمجه، مش يكون فيه تعقيد في برمجته ودوش الحكايه يعني قدرات عاليه عن اللزوم. فعندنا سمبل ايزا اللي هي ار اس اي سي بروسيسورز مثلا، وعندنا اليو اس يوز فور ديفلوبمنت كيتس ام سمبليفايز بروسيس، في يعني كمان ايش استخدام هذا ديفلوبمنت كيتس، يعني الكيتس تبعت التطوير وتطوير برمجة المعالجات لنكون برضو جاهز. طبعا مثلا مايكرو تشيب بتجهز برضو حاضنات وكونكشنز توصلها على اللابتوب عن طريق اليو اس بي وكومبايلر وايش كمان والانفايرمنت كامل على تركب عندك على الجهاز تبعك، تكتب فيه البرامج تبعتك اللي بدك اياها عشان تنزلها بعدين على المايكرو كنترولر عشان يقوم المايكرو كنترولر بتنفيذ البرامج تبعتك، ففي بيعمل سمبليفيكيشن او تبسيط لعمليه البرمجه للمعالجات. في مشكله في من مشاكل المايكرو كنترولرز هي الليميتيشنز تبعتها. الليميتيشنز يعني ايش؟ القصور تبعها وين بيكون؟ سمول ستورج، طبعا هو كله على بعضه صغير، فبتكون الذاكره في قلبه برضه صغيره، فمش ممكن احنا يعني نخزن فيه برامج ضخمه زي جهاز عزوب كامل متكامل. فالريجسترز والميموري مش حجمهم مش انفينيت، مش لا نهايه، لا مش كبير. فسمول ستورج هذا احد الليميتيشنز. Restricted instruction set اللي هي انه في عندنا instruction set، قلنا instruction set بيكون مخزن من الجزء الاول في المحاضره او المحاضره الماضيه، قلنا instruction set هو عباره عن التعليمات اللي بتكون مخزنه وين؟ في المعالج جوا، تمام؟ فلو كان عندنا الدكشنري تبعه، حكينا على الدكشنري تبعه، الانستركشنز هذه مش عددها مش كافي او مش كبير، بنقدرش ننفذ مهام ضخمه، تمام؟ لما ببرمجه لو كل مكان عاد الانستركشنز اللي بيستوعبها المعالج وبتعامل معها اكثر بكون هو ايش؟ قدراته اعلى. فلكن هذا عندنا معالج صغير كله جاي داخل على مايكرو تشيب واحد وما الى ذلك، فبكون عندنا حجم التعليمات اللي بيقدر يتعامل معها المعالج صغير لانه هو كله على بعض صغير مش كمبيوتر كامل. ففي ريستريكشن او محدوديه الانستركشن سيت برضه من احد الليميتيشنز او المحدوديات تبعت ايش؟ المايكرو كنترولرز. may be required to multiplex bins، يعني احيانا عشان البنز عددهم برضه قليل نستخدم البنز هذه في اكثر من ايش طريقه مالتيبلكس عشان ايش؟ ان البنز هذه عددها برضه مش الى ما لا نهايه وما الى ذلك. not typically used for high performance، طبعا المعالج زي ما قلنا مهمته بتكون محدده وبسيطه زي انه شغل افتح الباب شغل يعطي انذار ما الى ذلك، ما بيكونش في عنده مهام معقده لانه مش هو من السوبر كمبيوتر، هو بضل معالج دقيق. فتيبيكلي نوت يوزد فور هاي بيرفورمانس، مش من اجل مهام معقده وكبيره. طيب there are five major 8-bit مايكرو كنترولرز، طبعا المايكرو كنترولر هم اغلبهم كلهم المستخدمين والدارجين عالميا اكثر شيء منتشرين هم ال 8-bit ايش مايكرو كنترولرز، تمام؟ ال 8-bit يعني عنده بيستخدم 8-bit داتا عنده بتعامل معهم 8 بت في الداتا بس عنده بتعامل معها، ما فيش 16 و32 وما الى ذلك، وان كان ذلك ظهر لاحقا في بعض المعالجات لكن مش واسعه الانتشار. بس اجمالا لما طلع ال 8 بت مايكرو كنترولرز كان في عندها خمس انواع مشهوره. اول حاجه الفري سكيل سيمي كوندكترز اللي هي زمان كان يسموها الموتورولا، تمام؟ كان تستخدم في الجوالات زمان، جوالات الموتورولا، جوالات السمارت فون او المطارات كانت تستخدم الموتورولا، او حتى السامسونج وغيره كان يستخدم كله ايش؟ معالجات ايش؟ الموتورولا. فاول اول نوع كان هو الفري سكيل سيمي كوندكترز اللي هي ايش؟ 68HC08 و68HC11، هذول كلهم من الفري سكيل سيمي كوندكترز ايش؟ كانوا من ال 8 بت مايكرو كنترولرز.
والانتل 8051 هذا في التسعينات كان كثير مشهور، كان كل المعالجات او العملي تبع المعالج دقيق، والمايكرو كنترولر كان نستخدمها هي 8051 في المختبرات برمجتها وكيف تشتغل، كان كل الشرح عليها بكون زمان لحد ما طلع طبعا المايكرو تشيب وانتشرت في الدنيا. عندنا الاتملز اي في ار سيري اي في ار، اتمل اتملز برضه كان منافس كان لل 8051، وبعدين الزيلوج زد 8 منها كان سيري للمعالجات. وفي عندنا طبعا البيك سيري، البيك اللي هي ايش فروم مايكرو تشيب تكنولوجي، وهي الاشهر والاكثر استخداما وانتشارا حول العالم واكثر مبيعات حول العالم حاليا لسبب بسيط جدا، ان هم قدروا يدخلوا الذاكره في داخل المعالج جوا عشان ايش يسرعوا عمليه تبادل البيانات بين المعالج نفسه جوا داخل المايكرو كنترولر والذاكره العمل، وبالتالي اصبحت سرعه البيك اسرع من الثنيات، فكان اوسع انتشارا فكسر السوق عمليا واصبح هو الاكثر انتشارا واكثر ايش مبيعا حول العالم. المهم عشان ناخذ معلومه بس على الهامش لكل هذه الخمسه اللي فوق، each of the above microcontrollers كل واحد منهم has a unique instruction set، يعني عنده ست من التعليمات، مجموعه التعليمات تبعته والدكشنري تبع التعليمات تبعته مبرمج فيها جوا ايش، والست تبع الريجسترز في المسجلات كله مختلف عن الثاني، كل واحد عنده واحد يونيك، يعني يونيك بمعنى انه هو محدد له ولا يعني ما مميز تمام. فذي ار نوت كومباتبل وذ ايتش اذر، كلهم غير متوافقين مع ايش مع بعض، بمعنى مش ممكن نستخدم برامج لفري سكيلز ممكن نركبه على الاتمل ولا الانتل ولا على البيك، كل واحد برمجته لحاله نعمل له برنامج بس له خاص نص له لحاله وتفهموش مع بعض يعني تماما. فبروجرامز ريتن فور وان ويل نوت ران اون ذا اذرز، يعني لو اكتفى برنامج لواحد منهم مش راح يشتغل على الثانيه تمام. ذير ار 16 بت اند 32 بت مايكرو كنترولرز، في عندنا 16 بت و 32 بت مايكرو كنترولرز اللي هم ايش من ال زي ما كثيروا شوي ابجريد لل 8 بت، في ملاحظه في عندنا 16 و 32 طلعوا مؤخرا لكن مش مستخدمين لانهم بيكون طبعا هذا فرق في السعر. وحكينا عادة بيكون المعالج الدقيق المايكرو كنترولر جهاز شغال عشان سبيسيفيك فانكشن يعني مهمة محددة له، وبالتالي لا يمكن انه احنا لما نركب عشان نتحكم بجزئية من جزئيات عمل السيارة او المطور بدنا يكون وفر مصاري اقل ما يمكن، عشان لما نطلع 2 مليون سيارة او 3 مليون سيارة تفرق في الاخير السعر شوي قليل عليه بصير كثير. فبالتالي 16 30 تستخدم هذا في مهام خاصة مش هي الاوسع ايش انتشارا واستخداما حول العالم تمام. طيب نرجع لبريف هيستوري، انت لي لمحه تاريخيه على البيك مايكرو كنترولرز. هي في 89 مايكرو تشيب تكنولوجي كوبريشن انتروديوست ان 8 بت مايكرو كنترولر كود بيك تمام. في 89 طلع البيك عندنا ك 8 بت كنترولر مايكرو كنترولر، وسموه البيك من ايش من بريفرال الطرفي، يعني انترفيس كنترولر بيتحكم بالاجهزه الطرفيه تمام، بي من بريفرال انترفيس اي وكنترولر اي سي فسموه بيك تمام. ذس 8 بن تشيب عنده 8 بنز، يعني 8 بنز عليه، كونتينز ا سمول اماونت اوف داتا رام، عنده عباره عن ذاكره رام صغيره، وفي بعض ال 100 بايتس اوف اون تشيب روم، الروم تبعه كمان بعض كم من 100 بايتس يعني فور عشان نخزن على البرنامج. وان تايمر واحد ايش، وكم بعض البنز فور اي او بورت، يعني بعض البنز عشان ايش الادخال والاخراج تمام. هنتطرق لها ان شاء الله بالتفصيل اكثر كمان شويه او المحاضره الجايه. موضوع الاي اوز والبنز هذا عشان نستخدمها مهم جدا في البرمجه. ذا فاميلي اوف 8 بت مايكرو كنترولر، منها من البيك 10 بيك 12 بيك 14 بيك 16 بيك 17 والبيك 18 تمام. هذه عائلات الايش البيك مايكرو كنترولرز، طبعا كلها من 8 بت حسب الصوره حنلاقيهم هنا كلهم جماعه ال 8 بت موجودين، بيك 10 بيك 12 بيك 16 بيك 18، وطبعا في البيك 24 اتش 30 كذا و 32، هان 16 بت بنصير وفيها 32 بت. وهذه الصوره ماخوذه من وين؟ من صفحه المايكرو تشيب دوت كوم، اللي بخش على الموقع هذا بلاقي الصوره دي موجوده، واللي يعمل لو بالماوس مرق عليها بالماوس عمل السوب، يعني الماوس حيتحول الماوس الى شكل غير شكل الماوس الى شكل ايد مثلا، وراح ايش ممكن يضغط على البيك 18 او بيك 16 وياخذ تفاصيل بزياده عن كل واحد من هدول تمام. اللي حاب يتنور بزياده غير خارج اطار المحاضره ممكن يخش على الموقع يستفيد بزياده، طبعا حسب السكيل زي ما شايفين
البرفورمانس هيك وهيك الفانكشناليتي. هنا اقل شيء كل ما زاد البرفورمانس بتزيد الفانكشناليتي، يعني بصير الفانكشنز تبعته اوسع واكبر، كل ما زاد ايش قدرات المعالج هذا بزياده. طبعا هيك بتزيد، يعني هنا اقوى واحد 32 او 32 بت زي ما شايفين يعني، تمام. بس في الاخر استخداما هم هذولا، وحكون شغلنا اغلب الوقت مع 16 بت، البك 16 افضل من 8 بت، تمام. لا نستخدم ال 16 بت ولا 32 بت. The history, the brief history كمان كمان تاع المايكرو كنترولر هي they are all 8 bit microprocessors that the CPU can work on only bit طبعا of data time. بعمل كل 8 بت بروسيسور هذول بيتعاملوا مع 8 بت من الداتا. المشكله not all ايش 100% up ايش upwardly compatible، بمعنى انه مش كل العائلات هذه حتى من داخل نفس السيري احيانا بيكون مش كومباتبل مع بعض. فلو عملنا سوفت وير لواحد منهم ونركبه على الثاني مثلا ال 16 على 18 قد تحدث مشاكل، مش دائما بيزبط. وين جوينج فروم فاميلي تو انذر فاميلي بيكون في صعوبه في نشتغل برامج، واحيانا حتى في داخل الفاميلي نفسه. فهمتوا كيف؟ يعني عمليا ال 12 وال 16 مش كومباتبل مع بعض، مش بالضروره يعني. لو عملنا برامج لل 10 يركب على 12 او 12 على 16 16 على 18، تمام، الاختلاف وارد يعني. فعندنا 12 بت وايد انستركشن، 16 14 بت وايد انستركشن، والبيك 18 16 بت وايد وذ ماني نيو انستركشنز. يعني في اختلاف واضح، البيك هذا 12 بت وايد انستركشنز، تمام. هذا 14 بت صار عنده الانستركشنز، وعندنا هذا 16 18 بيها 16 بت وايد انستركشنز. فبالتالي ايش المشكله؟ هذا اكزامبل على البروبلم هذه، انه مش ابوردلي اللي هي مش نعمله ابجريد يعني تطوير يعني ف او الكومباتيبلتي مش جرانتد هان بين الفاميليز المختلفه ال 12 و 16 و 18. ادفانتجز اوف بيك، ايش المميزات تبعته؟ هو 30 to 100 تايمز فاستر ذان اذر مايكرو كنترولرز، هو اسرع منهم جميعا. ليش؟ لان البروجرام ميموري ذاك البرنامج انتجريتد اون ذا تشيب جوه، دخلوه داخل جنب المعالج. فسمولر سايز اصغر حجم اون بورد ميموري، طبعا السرعه جايه بسبب انه دخل جوه في المعالج، هي السرعه لهالسبب، لان البروجرام ميموري صار جوا انتجريتد في داخل التشيب. البروجرام ميموري از انتجريتد او مدمجه في داخل التشيب، فصار هذا ادى للسرعه من 30 ل 100 مره اسرع. سمولر سايز لانه الميموري في داخل البورد، فكمان هي ميزه ثانيه الميموري دخلناها على البورد صار ايش الحجم اصغر. easy to program reusable، طبعا المايكرو تشيب مزوده الكتات والكومبايلرات ولغه البرمجه وطورت اشياء كثير سوفت من السوفت وير عشان تصير البرمجه المايكرو تشيبس او البيك كنترولرز تبعونها ايش اسهل. وبعدين كمان ان اكسبنسيف، هي الارخص ثمنها بالنسبه للموتورولا او الاي في ار او غيره، تمام. طيب نيجي هنا تيبيكال ابلكيشنز، تطبيقات مشهوره او تيبيكال ابلكيشنز لاستخدام البيك كنترولرز على الاوتوموتيف اير باك سيستم مثلا. في الاوتوموتيف اندستري اصلا اجمالا كثير كثير موجود استخدام المايكرو كنترولرز، سواء تحكم في الانجكشن تبع الديزل او الانجكشن تبع البنزين هالايام، تحكم بالمساحات السيارات بالاضاءه الليليه، التحكم بالبريكات نظام المكابح او البريكات يعني، والاير باك سيستم اللي هو نظام الاير باكس اللي فيه عشان حمايه الحمايه من الحوادث وما الى ذلك، فكله داخل في البيك مايكرو كنترولرز. ريموت كنترول تحكم عن بعد، فكل الريموتات هاي تحت كنترول فيها معالج دقيق صغير جدا من مايكرو تشيب. هاند هيل تولز، اي جهاز يدوي بتستخدمه سواء كان حاليا حتى كمان موضوع بعد ما طورت موضوع الديسك بسموه الديسك او الدريل المقدح اللي بخصه في الحيطان او الديسكات او اي جهاز الصناعيه بيستخدموه هم مش دلان حاله عشان يحموا الجهاز لهذه الاجهزه من الاستخدام السيء او مس يوزنج، يعني انه بدعس بزيد على المقدح فبتلاقيه انحرق او تحمص المقدح او الديسك ضرب او ما الى ذلك. فبتلاقيه في جوا دوائر بتحكم فيها المايكرو كنترول بناء على الضغط الزايد عشان ما يصيرش تحميص او عطلان في الماكينه او الجهاز، فبصير في انه بتحكم فيه انه يعطل الشغل تبعه او يعمل دائره معينه تفصل بحيث انه ما يصيرش في عطل كبير في ايش في الجهاز هذا. الابليانسز هي استخدامات المنزليه، يعني كافي بوت اللي هو جهاز اللي بيعمل قهوه ماكينه القهوه في البيت، او المكسر اللي هو تبع الخلاط يعني تبع الكيك وما الى ذلك في البيوت، والستوف اللي هو موضوع الافران، والثلاجه الفريجيتور،
وبعدين عندك الدش ووشر الجلاية والووشر الغسالة والدراير المجفف تبع الغسيل أو غيره كله في قلبه إيش مايكرو كنترولرز. ميجر هوم سيستمز النظم المنزلية الكبيرة زي ما تحكم بالحرارة الجو والهيتنج والتبريد والكولينج التبريد والتكييف يعني أو التدفئة في البيت، والتلفونات اللاسلكية والخلوية فيها مايكرو كنترولرز، والسكيورتي سيستمز كله داخل فيه نظام الحماية والأمن من الحرامية من الحرائق كله هذا داخل فيه مايكرو كنترولرز، التي في والدي في دي بلاير والريكوردرز والدي في ار والبي في ار كل هذه أجهزة الانترتينمنت التسلية في البيت يعني الصوتيات والتلفزيونات كلها في داخل ايش داخل فيها المايكرو كنترولر، والساوند سيستم كمان كان بيحطوا للافراح وما الى ذلك وما الى ذلك كله في هذا المايكرو كنترولر. تمام. مايكرو كنترولر تشويس باراميترز، لما انا بدي اركب مايكرو كنترولر على سيستم معين، انا بدي اعمل ديفلوبنج للسيستم واطور سيستم معين وبدي اركب له مايكرو كنترولر، بناء على ايش انا حستختار المايكرو كنترولر تبعي، بناء على ايش احتياجاتي، طبعا على احتياجاتي ايش بدي هذا المايكرو كنترولر ينفذ، وبناء طب كيف بدي احدد هذا بيستوفي متطلباتي ولا بيستوفيش متطلباتي اللي بدي اياها منه عشان يعمل يؤدي المهمه المطلوبه، فهذا بتعلق باساس انه يقدر ينفذ المهمه او ما ينفذهاش بايش نمبر اوف اي او بنز عاد البنز تبعت الادخال والاخراج، الاماونت اوف بروجرام اند داتا ميموري عدد او حجم ذاكره الداتا والبرنامج المطلوب، اذا بدي اعمل برنامج كبير كثير بدي ذاكره برنامج تكون كبيره، اذا بدي معالجه كميه كبيره من البيانات بشكل سريع بدي ذاكرة بيانات تكون كبيرة، هو قليل بدنا ذاكرة تكون أقل أو ما إلى ذلك. طبعا سرعة المعالج مطلوبها عشان نحدد المطلوب بالنسبة لي شيء نفسه بأي سرعة وما إلى ذلك، إذا الموضوع حياة أو موت بدنا معالج سريع، إذا الموضوع ولا بستنى ومش مشكلة يكون ردة الفعل سريعة زي موضوع بفرقش كثير إنه يوطي الحرارة الكونديشن هلقيت ولا كمان خمس دقائق بالنهاية حوطيها، فبكيف مش مهم السرعة، بس في نظام المكابح والبريكات في السيارة موضوع السرعة مهم جدا، فبالتالي سرعة المعالج تلعب دور اختار أي نظام بدي إياه، أي معالج بدي إياه بأي سرعة. بعدين عندنا التايمر ريسورسز، هي موضوع التايمر هذه بيختلف يعني وقت ما اختلف مختلفة من التايمرات، وهذه حسب برضه حسب الابلكيشن اللي حنفذه أو التطبيق أو التطبيق اللي حنفذه المعالج يختار نوع التايمر. وشوية حنفهم الموضوع هذا بزيادة. وعندنا الانتربت كنترولر، هذا الانتربت كنترولر بيتحكم كيف يعمل برضو يعمل انتربتنج للمعالج ويعيد تشغيله عن نقطة معينة أو من الصفر أو ما إلى ذلك، هذا الانتربت بسموها، وهذا الأهمية مهمة في تشغيل وكفاءة العمل. والروبستنس يعني هو إيش بتحمل هذا المعالج، يعني المعالج هذا هل هو قوي بمعنى إنه بتحمل درجة حرارة عالية بزيادة كنا نشوف في الصحراء او بروده جدا واطيه زي في مناطق بارده في الصحراء في الجليد او ما الى ذلك، وهل هو قدر التحمل على العمل بيعمل كم ساعه عمل عنده حتى انه يقضي حياته الافتراضيه او ما الى ذلك، فهذا الروبستنس يعني قوه التحمل المعالج. الاول ريكفري اند واتش دوك تايمر اللي هي موضوع انه بيقدر هل صار في مشكله في التنفيذ بيقدر يعمل لحاله ريسيت، احنا في الكمبيوتر بنعمل لحالنا ريسيت بنطفي بنشغل في لحالنا في الكمبيوتر، طب لو صار في مشكله في المعالج بيطفيه، لازم يكون عنده واتش دوك بسموه كلب حراسه وتايمر تبع كلب حراسه بقارن بشوف الشغل اذا كان في تم سيستم علق فتره معينه بعد له كم من سايكل واتش دوك مثلا واقول له ايش ايرور ريكفري عيد كم مره على التشغيل ارجع كم مره او ما الى ذلك، هذا الفيتشرز بقوتها كفائتها قديش، هذا كله بيلعب دور ان اختار ايش المعالج المناسب للشغل تبعي. طبعا الباور كونسمشن كم حيستهلك باور، المشكله مش في الباور نفسه، قد يكون الباور ملي امبير زياده او 5 ملي امبير زياده، انا ملي شيء بسيط جدا فهمت كيف، بس المشكله وين الباور كل ما استهلكك بزياده في مكان مغلق، ودائما بتكون المايكرو كنترولر مركب في اماكن مغلقه، هذا استهلاك طاقه زياده يعني شو يعني حراره ناتجه زياده عن اللزوم، فسخونه السيستم اجمالا يعني بدنا تبريد نظام تبريد بزياده فهمتوا كيف، فالموضوع متعلق اكثر من شغله، اذا بدي ابعت انا بدي ابعت مثلا زي ما الناس بتعمل برا بدي ابعت على الفضاء مسبار فضائي بدي يكون حافظ على موضوع انه هذا الباور كونزمشن يكونش عالي والحراره برضه مش عاليه عشان ما يكونش في تبريد بزياده فيؤدي الى ايش كمان بتعلق الموضوع هذا في اي منتج انا احطه وانساه سواء بدي احطه في برج مراقبه فوق او ما الى ذلك،
لازم انه يكون راعي النقاط هذه. والاي او اكسبانشن كميه ايش سعه الادخال والاخراج، والماث سبورت تبعت ايش تبعت البيك كنترول المعالج اللي بدي اختاره، كلها بتلعب دور في اختيار المعالج المناسب تمام اللي هي تشويس باراميتر. نيجي هان عندنا 18 بنز ديب 18 تايب، عندنا هذا التايب اللي هو الدوال ان باكج، نوع التغليف دوال ان باكج بسموه دي اي بي 18 واو اس ام دي، هذا نوع من الفابريكيشن او التصنيع بسموه اس ام دي تمام. المعالجات هذا من مميزاته كفي البيك 16F84 انه عنده هاي المداخل تمام، هاي البورتات تبعونه، هذول لازم نعرفهم ونعرفهم ونحفظهم ونفهم ليش استخداماتهم عشان الموضوع البرمجه زي ما حكينا لاحقا. عندنا نوعين من البنس اللي ممكن ندخل احنا نتحكم فيهم، ندخل عليهم ونطلع منهم داتا، يعني RA0 ل RA4 3، هم اربع بورتات تمام، اربع بنز عفوا. هذا اون بورت A، على البورت A من بسموه البورت A، وهو A3 ل A من A0 ل A3 RR تمام. نو اديشنال فانكشن، ما عندهمش ايش، ما عندهمش اي وظائف اضافيه، نو اديشنال فانكشنز تمام. وعندنا كمان ال RB5 ل RB1 RB5، هذول الخمسه الثانيه، هذول خمسه بنز كمان، هذول برضه مش اديشنال فانكشن، هذول حيكون شغلنا بعدين في البرمجه عليهم تمام. في موضوع ان هم نطلع عن طريقهم بيانات او ندخل عن طريقهم بيانات، يعني ندخل سيجنال عن طريقهم او بنطلع سيجنال عن طريقهم، نتحكم في شيء خارجي، هذا هم يتم ادخال واخراج البيانات للمعالج عن طريقهم هذول. الباقيات مثلا الار اي 4 اللي هو بسموه ايش؟ الار اي 4 سوري. الار اي 4 هو التوك 1 اللي هو موجود هنا. هو بكون which function is ايش بعمل عمليه ايش التايمر تمام، واللي هو RA4 وين RA4 هي اللي هو شايفينه هي هذا هو تمام. which is function is a timer، هو بعمل بستخدم كمان كوقت. وعندنا interrupt input is ايش additional function اللي هو RB0 تمام. عندنا RB0 بستخدم الانتربت عشان نعمل مقاطعه للبرنامج لو في عندنا حدث خارجي، يعني في اشياء احيانا بنضطر نوقف البرنامج عمل المعالج ونقول له اعمل انتربت هان واعمل ايش تفريعه ثانيه خش على شغل ثاني، لما انت بسموه انتربشن. هذا وظيفته هان هذا الانتربت بندمج عن طريق مين على الار بي 0. عندنا الار بي 6 كلوك لاين بروجرام كود، هذه هي عباره عن كلوك بندخل كلوك عن طريقها للار بي 6 هذه الساعه. والار بي 7 الداتا لاين ان بروجرام كود، خطعت على خطة على البرنامج المود نفسه، عفوا البروجرام مود، فلما يكون برنامج البروجرام مود، البروجرام مود اللي هو اثناء التشغيل بندخل الساعه هذه، وهذه الداتا بتكون عن طريق الار بي 6 و7. الماكرو كنترولر ريست، هذه ما ام سي ال ار، يعني ريست انبوت اند في بي بروجرام فولتج، يعني هذا ام سي ال ار عن طريق بنعمل ريست لمين للمعالج. وهو كمان بيستخدم في بي بي ايش اللي هو بروجرامينج فولتج، لما بدنا نبرمج المعالج نحطه على ايش على هذا الام سي ال ار ست والفي بي بي تمام. الام سي ال زي شنو هي هنا تمام. وطبعا هامسه سهله اللي في اس اس اللي هي جراوند اوف باور سبلاي، يعني مش هان نعمل عمليه الموصل على الارض يعني زيرو جراوند اوف باور سبلاي. والفي دي دي البوزيتيف باور سبلاي، يعني نحط السالب على الفي اس اس ونحط الايش اللي هو هنا، والفي دي دي على البوزيتيف 5 فولت، يعني هنا 0 فولت هنا 5 فولت سالب موجب تمام. وعندنا الاو اس سي 1 والاو اس سي 2، هذول هم موجودين هنا، وهذول وظيفتهم نشبك عليهم مين التايمر او الاوسيليتر عشان نعمل ايش كلوك للتايمينج، نعمل ايش كلوك للتايمينج عشان ندخل عليهم التايمينج. الاوسيليتر عشان نعمل عداد نعمل كلوكات، الكلوكات كل ما تمشي بتعد دوره زمنيه معينه، فبتبقى تنظم عمل المعالج ايش على فترات زمنيه. انا فاهمها كمان شوي بزياده. هذا بوضح لنا شكل بلوك دياجرام لمين؟ بلوك دياجرام للبيك 16 اف، عندنا هي الرام هان الفاير ريجستر،
وعندنا الانستراكشن ريجستر، وعندنا هذا مسجل التعليمات يعني، وعندنا الفلاش ميموري بروجرام، هذا نعمل هذا البرنامج تاعنا يكون مخزن، وهذا الشغل تبعنا بتتم. عندنا الاي داتا والاي بروم داتا ميموري كل هذا، والاي ايش اسمه ادرس، وعندنا طبعا هذا التوك 1 مدخل التوك 1، وعندنا الار 3 ار 4 كذا كذا، وعندنا هذا الريست بي جي والفي دي دي في اس بتاعت الباور البلس اند ماينس سالب الموجب طبعا، وعندنا الاوسيليتر ايش كلوك اوت واوسيليتر كلوك ان من هنا بندخلها. فاجمالا هذا هو الشكل، وعندنا طبعا اف اس ار اللي هو هذا ريجستر من نوع اللي سبيشال فانكشن ريجستر، وعندنا الستيتس ريجستر موجود هنا، وعندنا مالتبلكسر، وهذا الاي ال يو اللي هو حساب المنطق، وهذا الورك ريجستر دبليو ريجستر وهكذا تمام. هذه عباره عن بتكون مكونات اساسيه طبعا لجانب التايمر والبورت وما الى ذلك. فهي وهذا البروجرام كاونتر موجود عندنا، والايبروم داتا ميموري هي موجوده هنا في المنطقه هذه، الكاونتر والليفل ستاك كلها. فهذه عباره عن ايش توصيف عام او بلوك ديجرام كامل لموضوع ايش ايش البيك كنترولر. طيب مكوناته هذه اللي تو حكينا عنها شو هي بالاساس، قلنا قبل شو حكينا عن ايش عن الكلوك صحيح، الكلوك بيك كلوك جنريتر هي ايش الكلوك جنريتر، يعني ايش بيعمل جنريتنج للساعه، يعني مفهوم انه عملنا تقويم او تايمينج، يعني يعمل تايمينج للجهاز كله. فبتو بروفايد ا كلوك فور اكسكيوتنج ا بروجرام اور بروجرام انستراكشنز اوف مايكرو، هو بيعمل ايش بزودنا بساعه، بروفايد ا كلوك يعني عشان ننفذ البرنامج او تعليمات البرامج بتاعت ايش المايكرو كنترولر تمام. فهو الساعه هذه بتنظم لنا تنفيذ البرنامج نفسه او تعليمات البرنامج هذه تحت في المايكرو كنترولر تمام. فتايبس اوف بيك كلوك جنريتر، انواع البيك كلوك جنريتر فيها عندنا الكريستال، كريستال ان تو اوسيليتر تو عفوا كريستال ان تو كاباسيتورز، هذا اول نوع من الكلوكس هذه. وعندنا ريزونيترز اللي هي ذات الرنين، او اكسترنال ريزيستر كاباسيتور بير، يعني اكسترنال ريزيستر كاباسيتور بير اللي هي دائره خارجيه بتكون من الريزيستر والكاباسيتور اللي هي المقاومه والمكثف. وعندنا كمان نوع الثالث اللي هو بيلت ان ريزيستر داخلي، بيكون ريزيستر كاباستور دائرة رنين داخلية بتكون من المقاومة من مقاومة وايش ومكثف. طيب عندنا هان البيك 16 اف 84 كان اوبريت ان فور ديفرنت اوسيليشنز مود، عندنا هو بيشتغل من اربع، من في عنده اربع مودز يعني بيشتغل عليهم كاوستيليشن مودز عشان يعمل الكلوك شغل الكلوك جنريتر تبعته. عندنا اول مود اللي هو ال بي، ال بي يعني شو يعني لو باور كريستال، انها بيستخدم لو باور كريستال كمود من مود ايش عشان شغل الكلوك جنريتر. وعندنا الاكس تي كريستال ريزونيتر تمام. وعندنا نوع الهاي سبيد الـ HS بسموه هاي سبيد كريستال ريزونيتر، وعندنا المود الرابع الـ RC اللي هو ريزيستور كاباستور تمام، كأنواع من الريزونيترز اللي بتشغل ايش الكلوك جنريتر تمام، أو كنوع من أنواع الأوسيليتر اللي بشغل الكلوك جنريتر. في له تو كونفجريشنز أو تو كونفجريشن بيتس، هما الـ FOSC1 والـ FOSC0، هما بنستخدمهم عشان نعمل سيليكشن واحد من الاربع عمود هذول لما يشبك عليهم باستخدام معين. مثلا هلاقي عندنا او اس سي 1 او اس سي 2 مشبوك عنهم، هاني سي 1 هي اكس ايش الاوستريتر اللي هو الكريستال اوستريتر تمام، او السيراميك ريزونيتر تمام. فعندنا هان المكثف واحد مكثف اثنين، وعندنا هان ايش كريستال ريزونيتر ايوه موجود بالنص، هاني كريستال مشبوك على او اس سي 1 والاو اس سي ايش 2 اللي زي ما حكينا عطانا عشان نختار هو ايش سيلكت ون اوف ذا فور مودز تمام مودز. فاكس تي مثلا فور كريستال ريزونيتر اللي هو الاكس تي اللي هي كريستال ريزونيتر
لو باور اور اتش اس او اس سي كونفيجريشن كريستال تو اور كيراميك ريجنريتر از كونكتد تو ذا اش او اس سي 1 اللي هي كلوك ان والاو اس سي 2 بنشبك على كلوك اش بنز تمام كلوك اوت بنز يعني عندنا شبكنا الاو اس سي 1 على كلوك ان ولو اس سي 2 على الاوت شايفين هاي السيستم عندنا زي ما انتم شايفين السهم هذا داخل وهذا الخارج تمام وهكذا شبكنا الكريستال سيراميك اسمه كريستال او كيراميك ريزونيتر تمام فهذه طريقة نشبك ايش نشبك عن طريقهم نستخدم اي واحد فيهم اللي استنى هان اللي الكيراميك ايوه الاكس تي او الكيراميك تمام كذا سيراميك قصدي يعني اوكي بيجي عندنا هان اللي هي الكلوك فروم اكسترنال سيستم بشبك على الاو سي 1 ايش كطريقه اخرى وعندنا هذه والايش والاوت بكون اوبن فالكونفجريشن هذا بنستخدم فيه الانواع الثانيه تمام فاين التفصيله الثانيه شبكنا الاو سي 1 او سي 2 على الاخراج لمين لكريستال وسيراميك ريزونيتر بشبكهم بالطريقه هذه او الحاله الثانيه ايش لما نستخدم الايش نستخدم اللو باور او غيره تمام فالمهم عشان نستخدم الكريستال اور سيراميك ريزونيتر بكون دائما كونكتد مع مين مع الاو سي 1 كلوك ان والاو سي 2 بكون مكتوب مع الايش مع كلوك اوت وبالتالي بكون شبكين ايش مشبك الكريستال سيراميك ريزونيتر الكريستال او سيراميك ريزونيتر اوكي نفهم كيف بنشبكه بس هذا المهم بالنسبة لنا نفهم أكثر من التفاصيل الجديدة تمام طيب وهاي التشبيكة الثانية لما يكون عندنا external system ندخله على OSC1 وخلاص انتهى الموضوع هاي البيك عندنا طبعا زي 16 من نوع 16 البيك تبعنا أوكي طيب أبر الكات كريستال is used to design بيك 16F84A يعني عشان ال 16F هذا نوع من المعالجات بنستخدم البارلل ايش كات كريستال يعني كريستال يتم قطعه او صقله بطريقه ايش متوازيه ولا يجوز استخدام السيريز كات يعني قطعه بطريقه ايش متتاليه للكريستال هذه طرق قطع بيستخدموها مفهومه عند الاخصائيين كيف بيقطعوا الكريستال لانه الكريستال المقطوع بطريقه سيريز متتاليه بيعمل عمليه ايش بيعطينا فريكوينسز مختلفه طبعا لو تبعتوا في الانترنت بحثوا عن موضوع الكريستال ريزونيترز ومش عارف شو هذا فهموا سمعت الريزونيشن وطريقه فريكوينس من الكريستال وهذا كله في تخصص خاص في علم المواد بفهموه بيشتغلوا فيه كذا بشكل تفصيلي او بعض بيكون ماده ملحقه في تخصصات الكهرباء برا عند الاجانب يعني بدرسوها انه كيف ماده في خاصه عشان يعرفوا يعني فكره عن علم المواد ايش موضوع الكريستال وكيف نطلع منها من السيراميك كريستال ريزونيتر معينه وكيف نستخدم الريزونيتر الثاني بدوائر ثانيه المهم فاللي بيتعمق في الموضوع ممكن يبحث عنه ايش الفرق بين برل كات وسيريال كات للكريستال تمام عشان يطلع لنا ايش الفريكوينسي المناسب لانه لو عملنا سيريس كات في الحاله هذه يعطينا ايش الفريكوينسي الغلط التردد حيطلع عندنا غلط وبالتالي مش حيكون الشغل تبع المعالج عندنا مظبوط فايش بكون يكون اوت اوف ذا كريستال مانيفاكتشر سبيسيفيكيشن هي خارج المطلوب بالنسبه لايش للمصنعين تبعين الكريستال تمام فبالتالي يكون الكبار الكات هو المطلوب عشان نعمل ايش عشان نشغل الاوسيليتر واللي حيزو حشغلنا بعدين الكلوك جنريتر تبعت البيك كنترولر 16F84A تمام هان بس تيبل بتوضح لنا الرينج تيستد تبع الكباستر سيليكشن في السيراميك ريزونيترز عندنا ريزونيترز هذول من نوع السيراميك المود قلنا اكس تي او اتش الهاي سبيد او الكريستال طبعا كل فريكوينس زي ما انتم شايفين له حجم معين او مساحه مطلوب نوع معين او مساحه معينه من التكثيف للكباسيتورز المكثفات فاكون على الاس او سي 1 مكتوب عندنا سي 1 والاو سي 2 حاكي معها الايش السي 2 زي ما شفنا قبل شويه في المثال عندنا هي سي 1 مكثف وعندنا سي 2 هي ايش المكثف الثاني تمام المطلوب هذا عند 455 كيلو هرتز حيكون الحجم المكثف هذا من 47 ل 100 مطلوب بكفاراد مثلا والثاني حيكون 47 ل 100 مثلا في الهاي سبيد عند 8 ميجا هرتز
طبعا شايف ان الفريكونسي عم بزيد من مي من ال بتغير قصدي، عندنا 8 و10 بالهاي سبيد، بدكم 15 30 برضه 15 30 بيكون فرق، ما تغيرش كثير شيء لاول، بس في اول حاله. عندنا في حاله الكابستور سلكشن فوركست سلكشن فوركست ريزونيترز، هان في كابستور سلكشن اختار الكابستور عشان الكريستال ريزونيتر، هان عندنا اللو باور والكريستال والهاي سبيد، حنلاقي انه الفريكونس 32 كيلو هرتز حناخذ ايش 62 ل 100، 62 ل 100 بيكو فراد للسي 1 والسي 2. بعدين بتزيد طبعا كيلو هرتز ايش حنقل عندنا ايش مساحه المكثف، ملاحظين كل ما زودنا التردد بتقل ايش مساحه المكثف المطلوب من 68 صار 15، وهذا من 47 صار 15 لما زودنا التردد، لانه كل ما كبرت المكثف مساحته اعطينا تردد اعلى، ولا وكل ما التردد زاد عيد التردد حصير حصير عندنا سرعه النقل الاشاره الى المكثف واستبدالها منه اسرع، وبالتالي قد يكون هذا الامر غير محمود لو كان المكثف كبير. على العموم زي ما عندنا 100 كيلو هيرتز عندها بدها 100 150 بيكو فراد للسي 1 والسي 2، والهاي سبيد نفس الموضوع زي ما شايفين هنا، هذه قراءات بس معلومات عامه ايش المطلوب لكرينج تيستد لما نستخدم المود لو باور اكسترنال والهاي سبيد والفريكونسي المطلوبات على السي 1 والسي 2 كما خارج، يعني قد تلزم للبعض وقد لا تلزم حسب ايش حنمشي لوين في العمليه، وبس الاطلاع عليها مهم وتذكروها. لو حبينا نشبك احنا الجنريتر خارجي كلوك جنريتر خارجي او اوسيليتر خارجي عشان نظبط الساعه نستخدم ايش اي سي واي سي 2، لو مش عندي في فصلنا هذا يعرفوها المستقبل انه لو حد بتكمل فيها دراسه بعدين ودي يخش في الامبيدد سيستمز يعمل ماجستير دكتوراه في الامبيدد سيستم والاوتوميشن يكون فاهم من الموضوع هذا نقطه اساسيه عشان يتعامل فيها مستقبلا مع الاجهزه اللي يتعامل معها في الاوتوميشن والامبيدد سيستمز. طيب نيجي هان على موضوع اخر سلايد عندنا في المحاضره اليوم اللي هي ايش الار اس الار سي اوسيليترز كنوع من الاوسيليترز، عندنا الار سي اللي هو ايش ريسيستنت ايش كاباسيتورز اللي هي المقاومه مع المكثف، طبعا هذا استخدامه لما عمل ريديوسنج للكوست يعني غير تكلفه الجسم، لانه بدنا تكلفه تكون قليله بنستخدم هذا اسهل مثلا من الكريستال والكوارتز، وما لانه في الكريستال والكوارتز تكلفتها عاليه في عندما تكون كريزونيتر، نعمل ريديوسنج للكوست نستخدم الار سي. طبعا ريديوسنج للكوست هذه لما نكون في عندنا شيء مش مهم كثير نشتغل عليه، يعني تايمينج انسنسيتيف ابلكيشنز، يعني في ابلكيشن عندنا تطبيقات غير حساسه للزمن، يعني بهمنيش الان ان انا انزل الحراره هالجيت ولا كمان دقيقتين يظبط الكونديشن، بهمنيش انه السخان يشتغل فورا يفصل فورا ولا يفصل كمان 4 ثواني ولا كمان نص دقيقه سخان الميه، لكن بهمني هلقيت لما يصير في عندي مشكله في السياره اضرب بريك ولا يعطيني بنزين او ينحرف عن الطريق يصير يمنع الانزلاق على الطريق، تمام؟ فالابلكيشن مش كلها واحده، فالابلكيشن التايم انسنسيتيف هذه ممكن نوفر فيها شوف المصاري ونستخدم الار اس ار سي ايش اوستريتر، فمشكلته طبعا انه فاريشن اوف ذا اوستريتر فريكونسي بصير في تغير في الفريكونسي التردد داخل الاوستريتر هذا، لانه هو زي ما شايفين عندنا هان ار اكسترنال وسي اكسترنال بصير تثبت في ذات الرنين هذه ذات الرنين تبعتنا تثبت فيها بين ايش المكثف والاكسترنال ريزيستنس هذه اللي هي ايش بين بعض في تذبذب، هذا تذبذب نوع من التوقيت نوع من رنين ذات الرنين هذه بتنتج نوع من التوقيت الزمني، يعني كل كم سايكل بتعد مثلا ثانيه او 4 ثواني او نص ثانيه او كذا. المهم فهذا رخصها بعد انه يعمل في فاريشن في الاوسيليتر فريكونسي، تمام؟ طبعا هذا الامور هذه الفاريشن بصير باسباب كثيره في دوائر زي هيك رخيصه اللي هي بتتكون من الار سي اللي هي ريزيستنس سيستم كوندنسر، يعني الار سي ايش اوسيليتر عفوا كوندنسر كاباستر عفوا اسمها اللي هي ار من سيستمز وسي من كاباستر اللي هي مكثف. بيجي عندنا هذا الفاريشن من ايش بيجي؟ اول حاجه الاوبريتنج تمبرتشر، احيانا الحاله الخارجيه بتاثر
بتأثر الحالة الخارجية على عمل المكثف أو عمل المقاومة. المقاومة بتقل مقاومتها مع الشوب، بتزيد مع ليش؟ مع البرودة مثلا المقاومة. فلو التمبريتشر الخارجية بتأثر على جودة العمل تبعتها. البروسيس باراميتر فاريشن، أحيانا العملية نفسها أكثر من باراميتر تختلف من باراميتر، وهذا بتأثر على عمل ذات الرنين نفسها. ديفرنس ان ليد فريم كاباسيتنس، يعني في عندنا الغلاف الخارجي تبع الباكج كله بيكون نوع من الرصاص مثلا، الفريم هذا يعمل ايش؟ توصيل. فكثافه الفريم هذا الرصاصي تختلف من مكان من 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 مكان لمكان ومن واحد لثاني، وبالتالي هذا بيؤدي لاختلاف برضه في يعمل فاريشن في الاوسيليتر فريكونسي. بأثر مين؟ بأثر على الاوسيليتر فريكونسي تبع التردد ايش؟ الاوسيليشن تبعتنا. فبتأثر بين ايش الباكج تايب، بتأثر على الموضوع هذا تمام. بيجي عندنا التولرانس اوف اكسترنال، اللي هي موضوع التولرانس. ايش يعني التولرانس اوف اكسترنال؟ اللي هي الار ان سي كومبوننتس، بمعنى انه لما انا بصنع انا الار ريزيستنس او الكاباسيتورز، بدي الكاباسيتور يكون مثلا في مساحته زي ما قلنا مثلا قبل شوي امثله 47 بيكو فراد او 100 بيكو فراد او 30 بيكو فراد، وبكون ريزيستنس مثلا 100 كيلو اوم تمام 100%. حقيقه فيش في الطبيعه مصنع في الدنيا بيطلع لنا الريزيستنس مثلا 100 كيلو اوم بالضبط، لازم يطلع فرق 5% زياده 5%، يعني بيطلع 95 كيلو 98 كيلو اوم بيطلع 102 كيلو اوم. والكاباستور نفس الموضوع بيطلعش 50 بيكو فراد بالضبط، بيطلع 50 الا نص، يعني 49.5 49 بيكو فراد، 50.5 50.1 51. فهذا بسمى توليرانس اوف اكسترنال، اللي هي انه في بنقبل الجوده تكون 1% بلس ماينس مع الحد المطلوب كقيمه للمقاومه والكاباسيتنس. وهذا بتاثر برضه كتولرانس فاليوز، قيمه يتم تقبلها في الانتاج بتاثر برضه على الفاريشن تبع الاوسيليتر فريكونسي تمام. هذا بالنسبه موضوعنا اليوم لحتى كنا اكتفينا. المرة الجاية بنكمل برضو مكونات البيك كنترول أو الفيتشرز تبعت البيك 16F84 في المحاضرة القادمة، عشان ما نطولش نكتفي الآن بهذا القدر، وناسف على أداء الصوت بسبب شوية مبحوح. وبارك الله فيكم ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.